بسم الله. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، حياكم الله، وعيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله. عيدكم مبارك وتقبل الله منا. تفضل أبو راشد، تفضلوا. يلا حيوا، يا هلا يا هلا بالجميع، حياكم الله، يا مرحبا. تفضل الله يحييك، تفضل الله يحييك، يا هلا حياكم الله. تقبل الله. بطل من هذا؟ شو اسمه؟ تقبل الله منا ومنكم. هلا بلعب خيل حي. الله تصلح لهذا الصوت الشامخ. الله يبارك في عمرك. شكرا لكم ولاخواننا، حبكم الله. شكرا لكم. ولهذا الحمد لله ولاة امرنا في هذه البلاد منذ تاسيسها على يد الملك عبد العزيز، وتجعل قضيه الاقصى من اهم الثوابت التي تعتمد عليها سياسه المملكه. ولله الحمد الى هذا اليوم. لا تضفوا، بارك الله فيك. اهلا وسهلا. اطال الله عمرك وقدسك دوم الصحه والعافيه. نحبك في الله يا شيخ عبد الرحمن. وانت محبوب ما شاء الله. صاحب والله كفو. والله احنا زال الربيع عندهم في وسطهم. والله سلم لي عليهم، لانه احنا علينا له نصيب. السلام عليكم. السلام عليكم. تقبل الله منا ومنكم. شلونك؟ الله يحييك، عساك طيب، ياكم الله وصالح. يلا حيكم تقبل الله منا ومنكم. هلا تقبل منا ومنكم. حياك الله شيخ. هلا كل عام بخير. تقبل الله منا ومنكم. فنجان استريح. الله يبارك لك، حياكم الله يا هلا. كل عام وانتم بخير. هذا هو الواجب، خدمة الحرم شرف، يعني خص الله به هذه البلاد. حياكم الله، كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، من العائدين الفائزين المقبولين. عاده الله علينا وعلى ولاة أمرنا وبلادنا بالأمن والأمان، أعواما عديدة وأزمنة مديدة. آمين. ما شاء الله، هالانسيابية والمعتكفين مرتاحين. الخدمات هالسنة ما شاء الله استثنائية والله تاريخية. والدروس على مدار الساعة معالي الشيخ اللي وجهتهم. أكبر من الله معالي الشيخ، أكبر من المعتمرين والقابلين. أظن صلى العيد معنا ثلاثة على الأقل. على الأقل والله أن فوق القصر الناس. الله كلهم. هذا هو الواجب، نعم. خدمة الحرم شرف، خص الله به هذه البلاد. حياكم الله، كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، من العائدين الفائزين المقبولين. عاده الله علينا وعلى ولاة امرنا وبلادنا بالامن والامان، اعواما عديده وازمنه مديده. امين. ما شاء الله، هالانسيابيه والمعتكفين مرتاحين. الخدمات هالسنه ما شاء الله استثنائيه صحيح والله تاريخيه. والدروس على مدار الساعه معالي الشيخ اللي وجهتهم. اكبر من الله معالي الشيخ، اكبر من المعتمرين والقابلين. اظن صلى العيد معنا ثلاثه على الاقل. على الاقل والله ان فوق القصر الناس. الجميع معالي الشيخ مشايخنا الشباب ما قصروا، ابدعوا هذا العام. جهودكم مشايخ في هالعام وهالزحام. الخدمات المتوفره. اقول توجيهاتكم معالي الشيخ. الله يحفظكم. موسم متميز معالي الحرم. كيفه اللي ومع هذا منظمه الخدمات متكامله، ولا حصل الحمد لله ولا شيء. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وتميز طالع اللهم لك الحمد. الله سوى
يعني نجاحات هالسنة ترفع رأس كل مسلم فخر هالبلاد وولاة أمرها وعلمائها وأئمتها وأبنائها.